السلام عليكم. اليوم جيت نشارك معكم التجربة ديالي مع الدكتور ياسر الفاعي. أنا كانت عندي اون فوغ دو ميوبي اللي كانت صراحة مشكلة لي عائق كبير في حياتي. كانت عندي معاناة كبيرة في الحياة اليومية ديالي. الحمد لله تعرفت على الدكتور الفاعي عن طريق صديقة ديالي اللي كانت كتعاني من نفس المشكل، وكانت جات دارت العملية عنده ونجحت ليها. وهذا الشيء اللي خلاني اللي شجعني انني نجي عند الدكتور الفاعي. والحمد لله جيت وقمت بعدة فحوصات، واقترح عليا الدكتور انني ندير عملية ديال الاستعال. الحمد لله وتوكلت على الله ودرتها، ودازت الحمد لله في احسن الظروف والاحوال. والحمد لله كنبغي نشكر الله عز وجل اللي يسر لي هذه العملية، وكنشكر الدكتور ياسر الفاعي بزاف بزاف. تبارك الله عليه، طبيب كفء ومفخرة للبلاد ومفخرة لنا كاملين. الحمد لله الله يحفظو لينا، وكنشكر الطاقم كامل ليكيب كامل ديالو، تبارك الله عليهم بروفيسيونيل. وكنشكر من هذا المنبر ماما واختي اللي تعذبو معايا.